اكسكيوز مي وخمسة موا خلطت فيفي عبده السحرية في الكوميديا. لو عايز تدور على أصل لزمات الفنانين اللي انتشرت آخر كام سنة في الأفلام والمسلسلات، ملكش غير طريقة واحدة، هي إنك تفتح فيديوهات الفنانة فيفي عبده على السوشيال ميديا وحتى في أفلامها ومسلسلاتها، وهتكتشف بسهولة إن هي تقريبا أكتر فنانة لها لزمات وإفهات حبها الجمهور وتفاعل معاها، وبقت أساسية في التعليق على مواقف كتير. يعني لو طلبت معاك تعليق كوميدي على أي موقف، فمش محتاج غير إنك تستخدم واحدة من قاموس إفهات ولزمات فيفي عبده. ورغم إن فيفي عبده بدأت قاموس أشهر لزماتها الكوميديا سنة 1999 بلزمة أوعى الجمبري عدك في فيلم زنقة الستات مع ماجد المصري، بس هتفضل انطلاقتها الحقيقية في عالم الإفهات مع مسلسل كيد النساء، واللي قدمت فيه أشهر لزماتها زي حبيبتي 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 خمسة حبيبتي وخلي أخلاقك استريتش ومعلش أنا أخلاقي كنزة وأخيرا هلا هلا وياخت اسم الله. أما في مسلسل يانا يانتي واللي قدمته مع سمية الخشاب، كان الإفيه الأبرز ليها إكسكيوز مي، ومع سيطرة فيديوهات فيفي عبده على ترند السوشيال ميديا كان لازم يكون ليها بصمتها الخاصة، عشان كده ابتكرت إفيه اشطاط فلات عسلات واللي بدأت بيها كل فيديوهاتها، وكمان طورت لازمة خمسة حبيبتي وخليته خمسة موا، واللي بقى بعد كده اسم لبرنامجها، وفي كل مرة كانت بتزود عليه لازمة من أزماتها الكوميدية اللي حبها الجمهور، لحد ما جمعت كل إفهاتها في جملة خمسة موا خمسة هوا نيو خمسة أيوة بقى ويلا بقى إكسكيوز مي، واللي بقت بصمتها الخاصة في كل ظهور ليها، لحد ما الجمهور حبها وحفظها وبقت بصمة في تاريخها، عشان في الآخر تكتشف إن فيفي عبده حالة خاصة حبها الجمهور بخلطتها السحرية، طريقتها وتعليقاتها وحتى بلزماتها وإفهاتها.